طبعا تحديات عديدة يعيشها الأشخاص ذوي الإعاقة على مستويات جميعها، سواء بما يتعلق بتهيئة الأماكن العامة أو إدماجهم في المدارس وأماكن العمل. اليوم وباختتام أسبوع الذي خصص للأطفال نناقش التسهيلات والمعوقات لذوي الإعاقة خصوصا الأطفال. رح تكون معنا الأستاذة الجميلة آسيا ياغي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك آسيا، كيف صحتك؟ الحمد لله. وطبعا الأستاذة آسيا هي المدير العام لجمعية أنا إنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، شرفتينا اليوم. احكي لنا جديدكم أنا إنسان وجديدك أنت بداية قبل ما نحكي عن الأطفال. حبيبتي، جديد أنا إنسان عندنا هلأ إن شاء الله مشروع تأهيل وتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة، هو بالأخص للأطفال اللي من عمر 3 إلى 22 سنة. وجديد آسيا هيني جاية طالعة على إن شاء الله بطاقة إيجابية. بكرة فعالية، بكرة لها علاقة بهذا المشروع؟ بالمشروع لا، مشروع تاني بكرة فعاليته بتتعلق بالتمكين السياسي والمشاركة للمرأة ذات الإعاقة اللي هي إنها بنشتغل عليه تقريبا 3 سنوات تقريبا. نعم. يعني ست آسيا، يعني هيك أنا حكيت جميلة قلبا وقالبا، يعني الروح اللي بتمتلكيها حضرتك يعني بالفعل رائعة. سؤالنا، كيف بتقيمي الواقع التعليمي والواقع الاجتماعي والواقع الحياة العملية للأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا الأطفال؟ نعم، هلأ شكرا لسؤالك. هلأ إحنا الأطفال ذوي الإعاقة، يعني إحنا دائما بنقول إنه مهم كتير موضوع التعليم. صحيح. والطفل يعني طفل يعني بده يتلقى تعليمه سواء كان قبل المدرسة اللي هو رياض الأطفال أو المدرسة الأساسي واللي بيتبعه من التعليم. للأسف إحنا عنا كأطفال ذوي إعاقة رياض الأطفال يمكن بينعدوا على الأصابع المؤسسات اللي فيها رياض أطفال مهيئ وسهل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. لأنه ما بعرف يعني هل هو الفكر تبع صانع القرار أو صاحب الروضة أو حتى المدارس الحكومية الأساسية إنه يكون موجود فيها رياض أطفال. هاي كمان إشي كتير يعني مؤذي للطلبة ذوي الإعاقة. طبعاً. لانه فعليا انت قاعده بتقولي مراحل تعليميه بدك معناته يدخل فيها كل المراحل. صحيح. لانه حتى هلا صار انه ما بصير يدخل الطالب صف اول بدون ما يكون داخل الروضه. صحيح. اللي هي يعني تاسيس للطفل هلا، لانه فعليا في عقبات بتواجهه من تسهيلات، من كثير في عقبات. صحيح. يعني اعتقد انه حنحكي فيها هلا. في تحديات كثير، في عقبات كثير، ولكن قديه بالفعل نحن قادرين، لانه في قانون الدمج موجود. نعم. والادماج موجود طبعا. نعم. نعم. للحالات مختلفه يعني. نعم. بس قديه بالفعل المدارس اليوم عم بتطبق هذه القوانين، وخاصه انه عم نسمع كثير والله حتى من ناس. نعم. انه والله رفضته هاي المدرسه، ابني رفضوا هاي المدرسه. نعم. وبتكون اعاقته صدقا يعني يستطيع ان يكون مدمج. صحيح. يعني في هذه الأجواء. أنا كنت أقول تحت الهواء كنا نتكلم بهذا الموضوع، مين هو اللي بحدد إنه بيقدر ولا ما بيقدر؟ هاي كمان مشكلة كتير كبيرة. نعم. إنه الأشخاص اللي هم بيكونوا يعني بإيدهم إنه يدخل الطالب ذوي الإعاقة المدرسة أو لا، بيفترض افتراض إنه إذا شاف طفل فلنفترض عنده إعاقة ذهنية بسيطة أو صعوبة سمعية أو مثلا على كرسي متحرك، بيفترض مباشرة إنه هذا مش هيقدر يدخل مدرسة. ليه؟ مش أنت اللي بتقرر. أنا برأيي في إشي اسمه تقييم. التقييم بيكون موزع على مش شخص واحد اللي بيقيم، أكتر من شخص اللي ممكن يقيم عشان يحدد إنه هل بيقدر فعلا هذا الطفل إنه يتلقى تعليمه. بعدين في عندك أنت إشي اسمه تدريب، يعني حتى ما قبل المدرسة اللي هو نحن بنقول عليه بالضبط، يعني التأسيس. يعني انت بتقدري حتى ترشدي الاهالي، وفي كثير من الاهالي في البعض منهم متعاونين جدا خاصه بقضيه التعليم. صحيح. لا بس قانونيا، انا اسفه كاثي، قانونيا هل القانون اليوم او هل في رقابه؟ يعني انا مثلا ام لطفل عنده اعاقه فرضا، وفي مدرسه رفضتني او اقصت ابني، هل بقدر لمين بقدر اروح؟ طبعاً. وهل يعني باخذ حقي؟ طبعا طبعا. هلا نحن قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه اللي هو الجديد 2017، هلا هذا شوي يعني اعطى مسؤوليه اكثر للوزارات، لوزاره التربيه والتعليم. وهذا إشي يعني انا بعتقد انه الاهالي، يعني انا من قناتكم من هون بتوجه للاهالي انه جو اهيد، يعني خلص انطلقوا انتوا. يعني ليه انا اروح ابحث عن انه بدي اروح اشكي عشان اقدر اخذ حقي؟ لا، انا بدي اروح على المدرسه واشوف المدرسه سهله الوصول لابني. رفضوا، احنا مستعدين. انا بقول لك انا كجمعيه انا انسان مستعد المدرسه اللي طبعا اللي بترفض قبول الطلبة ذوي الاعاقه، نحن بنخاطب وزاره التربيه. نوعا ما وزاره التربيه والتعليم اختلف الوضع. اختلف الوضع بعمليه انه صار في قبول لبعض الطلبه، هلا مش كل الطلبه للاسف الشديد، لانه في محدوديه. لما كنت اقول هلا انه بحدد انه هذا بيقدر يدخل المدرسه، هذا ما بيقدر يدخل المدرسه، احكام مسبقه للاسف. بالضبط، هذه احكام مسبقه، وهذه اكيد بتضيع على الطلاب. بعدين انت في مشكله كثير كبيره انه اذا وصل الشخص ذوي الاعاقه عمره 11 ما بيقدر يدخل صف اول. صح. يعني انت بتعاملني باقصاء
ما قبل المدرسة وبعمري القانون بعد الإحداث تقصيني وبعدين يعني بتشتغل علي على القانون. طب أنت مقصيني هيك لأنه أنا ما كنت تقبلني بالأول صح. فهي كمان شوية ستأسي مرات تكون مشكلة على الأهل يعني دخلوا ابنهم المدرسة ما بيحكوا إنه مثلا عنده مثلا مشكلة خصوصا إذا كان هناك صعوبات تعلم أو التوحد ما هي مش مبينة على الطفل خارجيا هاي المشكلة بتسبب مشاكل للطفل يعني حاس حاله أقل من أصحابه حاس حاله مش قادر يندمج مع أصدقاء فأشوفي قديش يعني تكون هناك مشاكل نفسية أكثر من اللي هو المشكلة اللي بيعانيها فقدي رح يعني خلص رح يقاس رح يعني بطل عنده هالهم إنه بدي أطلع وأروح يعني بتأثر عليه طبعا. فإيش بنحكي للأهالي يعني قلتي أنت لازم يكون هناك حالة تقييم أنت حضرتك قلت أنا عندي هلأ أطلع عندي 30 حالة أقيمها نعم. لإدماجها بالمدارس أو لا نعم. فقدي هذا يعني مهم إنه خصوصا الأهالي لازم يكون تعاون من الأهل طبعا. بهذا الموضوع للأسف الأهل مش يعني مش راضين يستوعبوا إن أنت ما بتأذي ابنك لما تكشف إنه عنده مثلا صعوبة تعلم أو إنه عنده إعاقة سمعية ما بيسمع يعني الأم أكيد بتكون عارفة إنه طبعا. بنتها ما بتسمع أو ابنها مثلا إنه دائما لحاله في عنده أو مثلا كثير حركة بالضبط عنده فرط بالحركة يعني الأهالي يعني أنت الأساس الأم صح. فهي اللي بتكتشف هذا الإشي بالعكس أنا برأيي إنه كل الأميات المفروض حتى لو كان ابنك يعني في بعض الأميات بتجينا على أشياء بسيطة جدا وفعليا بتلاقي بعد هيك إنه في إعاقة عند الطفل أو الطفل فالأهالي مهم جدا وهذا مهم بقضية الكشف المبكر يعني ما بيقدر دكتور الأسرة أو الطبيب العام يكتشف إنه ابنك عنده توحد إذا أنت ما رحتي قلتي له والله ابني فيه 1-2-3 صفات او عنده اي صعوبه في يعني اقدر جدا اللي عم تحكي فيه استاذه آسيا ولكن حبيب. للاسف احنا كمان في عنا موروثات ماليه في عنا ثقافه مجتمعيه يعني للاسف ايضا تميز حتى لو ايجابا احنا ما بدنا تمييز حتى الايجابي للشخص ذوي الاعاقه اعطيه حقوقه وهو يستطيع ويستطيع جدا نعم. في عنا خوف من الاهل ونكران إن في عنا حالة صح. إنكار نعم. في البدايات أكيد. وفي عنا تحفظ مرات عند الأهل صح. ما بدي أطلعه برا لا شو بدهم يحكوا عليه لا أخته والله ما بتتجوز بصيروا يقولوا عنه هبيلة طويلة. وهذه المصطلحات البالية اللي بيستخدموها بصيروا يقولوا عن ابني هبيلة في الصف بستوعبش ما أدري شو قد اليوم بالفعل لسه في أهل يمكن هم بيحرموا أطفالهم من حقوقهم في موجود للأسف الشديد وتتفاجئوا إنه مش بس برا عمان حتى في عمان في أهالي كتير في أميات بتلاقيها بتقولك أنا ابني ما في ولا أي شيء بتكتشفي بعدين إن هي بدها تغطي لأنه في عندها بنتين وما بدهم يتجوزوا وما بدها تخرب على بناتها أو مثلا مناسبة حد جديد وما بدها تبين إنه والله ابنها عندها يعني في منهم بنكتشف إنه عندهم توحد متخيلي أنت قدي صعب عليهم هلأ يعني احنا كمان الاهل يعني كمان انا ما بلومهم لانه كمان بدهم توعيه طبعاً. لانه الاسر كمان يعني اول شيء الظروف الاقتصاديه صعبه جدا صح انت لما بتعرف الام انه اكتشفت انه ابنها عنده اعاقه قد ايه هذا بده تبعات ماديه قد ايه بده متابعه قد ايه بده تفرغ قد ايه بده يعني مسؤوليه قد ايه بده علاج للام بدايه نفسيا شكراً. يعني حتى هي يعني حتى الام نفسها فهي الاشياء كلها انا بقول ويعني حتى يعني ما بعرف يعني حتى اللي ما عندهم اشخاص ذوي اعاقه بقول يعني اعطونا فرصه احنا واهالينا يعني انه يعني نتكيف باعاقاتنا نعيش اجواءنا الطبيعيه لانه فعليا انا يعني هذيك المره كنت ماشي وكانت في بنت ماشي مع امها بالمول انه هي دان سندروم فكل اللي ماشيين بالشارع المعظم بتطلعوا عليها كثير باستغراب يعني انا اكيد انها الام انأذت انه بالضبط انه ليه اخذت بنتها على المول فانا بقول يعني اعطوا الاهالي اعطونا احنا كاشخاص ذوي اعاقه الفرصة إن نعيش بحياتنا بمساواة معكم إحنا مش طالبين زيادة بدناش عطف يعني وما بدنا ما شاء الله ولا بدنا رعاية نعم. ما تشفى يعني المشكلة الثقافة المجتمعية بخصوص الموضوع وبعدين بتطلعوا عليك يا حرام أو الله يشفيكي أو لا يعني لا. هاي مصطلحات كمان أكيد. أنا بقول إنه المفروض نغيرها أكيد يعني طب كيف بدنا ندمج أصحاب ذوي الإعاقة بالمجتمع وما نخليهم يعني في هناك معوقات كيف نتخلص منها وكيف بدنا ندمجهم بشكل نعم هلأ الدمج بالقناعة إذا أنا كنت مقتنع أنا كشخص وكمجتمع وككله كشخص صانع قرار وكمجتمع وكل حدا له علاقة في الحياة وفي الإنسانية إذا كنت عندي قناعة إني بقدر أدمج الطفل ذوي الإعاقة الذهنية بقدر أدمج ذوي الإعاقة السمعية أو البصرية أو أي كانت الإعاقة وما أنا أقرر إنه هذا الشخص ما بيقدر يندمج تنين موضوع التسهيلات البيئية إحنا عندنا مشكلة بموضوع التسهيلات البيئية يا ما دمجنا طلاب على كراسي متحركة أو على عكازات نكتشف بعد شهرين ثلاثة إنه المدير رفع الصف للطابق الثاني ليه؟ عشان غرفة المعلمين بالطابق الأول ما هو مش من حقك
صح. مش من حقك لانه انت هيك ظلمت الطفل هذا ليطلع، لانه قد ما بدهم يساعدوه. هل بتتوقعي بدهم يساعدوه كل ايام الدراسه؟ لا طبعا. يطلع يحملوه مزبوط ولا لا؟ صح. فعشان هيك بقول انا التسهيلات البيئيه مهمه. التسهيلات البيئيه على كل الصعب، مش بس التسهيلات البيئيه، الرمبه يعني المرفق الصحي كثير مهم. صح. يعني بنقول لهم احنا المرفق فيسيولوجي، لانه بالضبط المرفق الصحي بخليه يعمل غياره لحاله، بخليه يدخل فعليا يعني انه بكون مستقل تماما. تنين في عندك الموضوع النقل. احنا عندنا موضوع النقل معذر لذوي الاعاقه، اول شيء مكلف على الاسره. تنين مش كل الاسر بتقدر تدفع بدل نقل لاولادها. ثلاث المناهج نفسها، في بعض الاعاقات بتحتاج مناهج معينه اللي هي مثلا اللي فيها طريقه برايل للمكسوفين او للغه الاشاره للاشخاص. حتى والله كونتنت المناهج يا استاذه آسيا، لما انا اليوم بدي اعزز فكره التعدديه. يعني انا مختلف التنوع طبعا تنوع. انا مختلفه عنك، هذا اختلاف كانه انت يلا شقره انا شعري اسمر، حضرتك على كرسي متحرك انا بمشي على رجلي، هذا اختلاف نفس المكان نصري يعني بالنهاية. فهي شغلة مهمة لازم يكون حتى موجود في مضمون المناهج. هلأ السؤال بدنا نسأل لحضرتك، هل في دراسات، أنا إحنا عندنا مشكلة حقيقية في الأرقام، سامحيني إذا أنا هيك عم بفكر وسمعنا من مختصين، هل في عنا رقم يحصي اليوم الأطفال، خلنا ما إحنا تركزنا الأطفال ذوي الإعاقة؟ للأسف الشديد إنه حتى دائرة الإحصاءات العامة لما عملوا إحصاء على ذوي الإعاقة واكتشفوا أنه 13.2% من سكان يعني 1,300,000 تقريبا أو 200,000، وهذا رقم يعني بيخوف عادة. هذا رقم بيخوف يعني أنه كبير حتى أكثر من 10%. بالضبط. للأسف أنه الإحصاء كان لأقل من عمر 5 سنوات، يعني الإحصاء اللي كله فوق 5 سنوات، اللي أقل ما لأنه الأسر ما كانت، لا مش كل الأسر كانت تفصح عن إنه عندها أشخاص ذوي الإعاقة. طبعاً طبعاً، لأنه لساته في البيت يعني لساته داخل أروقة البيت. بالضبط. ولكن أنا اللي ملاحظيته حتى من شغلنا بجمعية أنا إنسان، إنه ملاحظة إنه في أعداد كتير يعني في ولادات جديدة، في أخطاء طبية مثلاً الشلل الدماغي، في كتير أشياء. صح. يعني متزايدة. فهذا انا بقول وزواج الاقارب وهي الاشياء كلها طبعا هي مسببات العصر اللي احنا عايشين فيه، التلوث الاكل وغيره. بالضبط. يعني في مسببات للاعاقه كثير كبيره وملاحظين عليها انه في تزايد. هلا في حرمان من التعليم، في حرمان من التعليم، في حرمان من العيش الكريم للاطفال ذوي الاعاقه. يعني مثلا انا قولي لي هلا آسيا، وين بتقدري تاخذي طفل ذوي اعاقه بصريه على اي حديقه عامه؟ ذوي اعاقه بصريه يعني بده لما يكون عند الحديقة المرورية بده يقول له انه انت هون عند اشارة ضوئية اعمل كذا يعني هذا شحيح عنا، هذا قليل جدا. هم اطفال من حقهم يلعبوا، من حقهم يستمتعوا. يعني هاي الاشياء اللي احنا ما بنطلع عليها من منظور الحق، يعني احنا كمجتمع بنطلع عليها انه زي ما قلتي انه شفقة. صح. قولي لي مين من اللي بيعمل مؤتمرات الاطفال؟ احنا عندنا مشكله في عدم تقبلنا للاخر. بالزبط. يعني مين في مؤتمرات قولي لي عالميه للطفل بيجي بيقولوا انه والله بدنا نشوف طفل ذوي اعاقه نحطه مع الاطفال اللي بدون اعاقه؟ قولي لي مين في يعني هاي حتى لو موجوده، ما انا ما بنكر ممكن تكون موجوده طبعاً. سواء كان مسرح، ثقافه، بس انا معتبرها قصه نجاح وهي لازم تكون اساسيه. صح. يعني عادي انه يعني لها شيء واو شيء. لا يا عمي هذا لازم يكون هذا بالاصل موجود. بالضبط. موجود زيه زي لانه هو تنوع، احنا نوع من التنوع البشري. هي كنت بسالك قبل الهوى بقول لك انه ممكن المدارس الخاصه افضل من المدارس الحكوميه، قلت لي لا المدارس الحكوميه بالعكس. افضل من المدارس الخاصه. احكي لنا عن هذا الموضوع. طبعا لانه المدارس الخاصه واللي اكتشفته انا جديد بصراحه، يعني انا انصعقت لما سمعت مزعج ان المدارس برفضل. الخاصه بتاخذ اضعاف سعر السعر الرسوم او مثلا بالضبط. وبتتمنى مع الطفل او الشخص ذوي الاعاقه انه انا يعني شكرا لي انه انا انه دخلتك بالمدرسه. تنين اذا بده ياخذ اشياء زياده، غرفه مصادر غيره، بده يدفع اكسترا زياده غير عن انه ماخذ يعني هذا الموضوع. بس خلينا ما نعمم لانه بالفعل في مدارس يعني ما بتتعامل بهي الطريقه، بس قليل وغير معلنه. يعني حتى هم ما بعرف ليه، يعني هذا سبب يعني انا كان نفسي اساله لهي المدارس انه ليه
انتوا ما بتشهروا ولا بتقولوا انه انا عندي والله طفل ذوي اعاقه او طلبه من ذوي الاعاقه واحنا دامجينهم. يعني بتلاقي مدرسه كبيره كبيره بتلاقي فيها طالب واحد من ذوي الاعاقه. هو بقول لك ما خاف مثلا انه يصير بعض الطلاب يتصرفوا مثلا مثل تصرفات هذا محل المستقبل. انا بغير مستقبل يعني دائما موجود بقول لك. فانت لما تقنع لا انه دال هو عارف انا متعود انه حدا معي بالمجتمع هيك فانه شيء كثير عادي. بالضبط هاي شغله. وشيء ثاني هي فرصه اجتني اني اعمل توعيه لشوفي انت قد في عندك طلبه. يعني انا كثير بعمل في المدارس الخاصه حتى المدارس الحكوميه توعيه. ما بتتخيلي الاسفنج اللي باخذ اللي بياخذوها منا الطلبه لانه المعلومه اللي انت بتعطيهم اياها كثير. يعني في منهم كانوا يقولوا لي عن جد خاصه المدارس الخاصه انه عن جد في طلاب ذوي اعاقه ذهنيه بيندمجوا بالمدارس. اقول لهم اه طبعاً. بيعتقدوا انه ذوي الاعاقه الذهنيه انه ما بيقدر يدرس ما بيقدر يتعلم. هلا لا يعني هذا بالمطلق رايي بالعكس طبعاً. وبالعكس يعني بتميزوا كثير يعني قد يبدعوا. هذا الطبيعي يعني. بتعرفي تجربة شخصية في كندا وشوفي قديش مهم كمان للأهل والمدارس تحديدا في أعمار كتير صغيرة. طفل يسمع وطفل يعني عم بيعملوا له زي دياغنوسز أو تشخيص. ما بشعر هذا الطفل اللي ما بسمع أو كفيف أو على كرسي متحرك إنه عنده تحدي. هو صح. بشعر أنا مختلف عنك. مثل ما في حدا لونه أبيض وحدا لونه أسود بشرته شعره كيرلي وشعره ناعم أنت انا بحط سماعات او بحط كوكلير انت ما بتحط انا بحط نظارات انت ما بتحط. صح. والحياه تستمر. ودي بتشوفيهم في كل مكان بدون اي نظره شفقه ابدا ابدا وبدون اي في اختلاف في المولات في الشوارع بدون اي اختلاف. نعم. طب هلا اذا عندنا تحديات وحتى المدارس الخاصه المفروض يكون في رقابه طبعاً. هي تجاريه بحته صارت للاسف. احنا ما بنقول انه الخاصه والمش خاصه انه ما فيها تحديات. حتى المدارس الحكوميه الاساسيه طبعاً. كلها طبعاً. يعني في تحديات في يعني. بتشعري في اراده سياسيه اليوم بالفعل لدمجهم ولعدم امتهان كرامتهم لانه شوف. للاسف عم تشوفي قد ايه بيكون في حالات عنف مضاعفه نعم. عليهم. نعم اقول لك شغله. هلا في بعض يعني انا مثلا كان لي كنت بقول تحت الهواء كنا نتكلم بهذا الموضوع انه في كان لي اجتماع ولقاء مع وزارة التربية والتعليم. كتير 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 قسم التربية الخاصة أبدوا كل ترحيب وسعة صدر في العمل. وأنا بتمنى إنه كل موظفين التربية يكونوا خاصة مدراء المدارس لأنه هو حامل السيف. لأنه طبعا. المديريات ما بتعرف قد ايه بصير انتهاكات بحق جوة. الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس صار. إلا المدير طبعا. المدير نفسه طبعا. فأنا بقول هلا في بلش حراك حكومي. نعم بلشنا. هلا القانون اللي اجى انا بعتقد هذا القانون اذا فعل بطريقه صحيحه يعني اذا اشتغلنا فيه بامانه وبضمير بظن انه يعني انه اقلها انه يدخل الطلبه ذوي الاعاقه الاطفال. يعني لانه عن جد احنا بنظلمهم. يعني انا العام الماضي يمكن قلت لك بتذكري العام قلت لك انه عندي 122 طفل ما دخلوا المدرسه. أوف. يعني هدول لما تقولي 122 طفل ما دخلوا طبعا يعني انت ضيعتي عليهم. انت عملتي عائق لاسرهم. انت خسرتي هذا الطفل لانه يتلقى تعليمه زي باقي اخوانه حرمتي من حقه. طب اذا في عندنا تشريعات وعندنا قوانين طب وين المشكله؟ المشكله مهم بقول لك اياها في صانع القرار لانه هو اللي بيفرض على المدرسه انه بدك تقبل. الرقابه احنا ما عندنا رقابه. يعني مشكلتنا بالرقابه احنا نعم مشكلتنا بالرقابه. والرقابه مش بس من التربيه. يعني انا بقول مثلا وزاره التربيه موجوده مش بس التربيه اللي تراقب. منظمات المجتمع المدني مهمه جدا تراقب. يعني احنا ممنوع المدارس نعم الاسر. بتعرفي انه في كثير من الاسر كانوا يجوا يقولوا لي مديره المدرسه بترفض ادخل بس اشوف ابني بالصف. المفروض يكون في كاميرات اليوم. هذا مثلا قولي ما هي مكلفه. ما هي هي المشكله طبعا في تكلفه بس بيقدروا يقولوا ما نقدرش نشكي لمين نروح. ما راح نروح نحكي وما راح يردوا علينا. لا بردوا هي المشكله. لا بردوا لازم نحكي معيهم انه احنا كل حق ابنك زيه زي حق طفل اخر موجود على الارض الاردنيه زي اخوه اخته. يعني في عندي طالب انه كان يوقف على الشباك يقول لي استاذ طب انا بدي اروح زي اخواني. انا ان شاء الله بدي اسحب زحب بدي اروح على المدرسه زي اخواني. اخواني بيطلع قديش بيكون انا يعني زي امي مزعج. فهذا ظلم طبعا. هذا ظلم ومش من حقنا نظلم طبعا طبعا اكيد. ولا نعاقب على شيء مش بايدينا صح لانه هذا شيء من ربنا صح. وطالما انوجد وما بدي تطلع علي نظره شفقه بدي تطلع علي انه انا الي حق اني اتعلم معناته انت لازم توفر لي كل الوسائل باني اتعلم صح. هلا الحكومه لحالها ما بتكفي كمان الاهل في عندهم كمان تقصير. بتحكي انت عن الرقابه وللاسف احنا بنشوف انه وهي دراسات يعني واحصائيات وقد تكون يعني عالميه ولكن عندنا يعني بتكون جليه اكثر اكيد. احنا نذكر جميعا التقرير اللي عملته الزميله حنان خندقجي نعم. قبل 3 سنوات 4 ناسي امتى قبل فترة. واللي دخل فيه الملك
تحديدا. نعم. وبالرغم من هذا رجعوا عملوا فولو اب ورجعت نفس الانتهاكات. يعني الناس يعني على شو اليوم يعني شو مخليها مرتاحه لهالدرجه؟ يعني بعيدا انه لازم يكون في وازع طبعا انساني واخلاقي، هذا كله حطيه على جنب، احنا في عندنا انتهاكات مرعبه جدا للاطفال طبعاً. سواء برياض الاطفال ولا بالمدارس بكله. ولا بمراكز وحتى بالبيوت للاسف الاهل مرات. صحيح. طب انا اليوم اذا راس الهرم في مكان ما تابع ورجعت الناس بعد كم من سنه رجعت لديدن الاول، مش لازم نسكت، لازم نحكي. يعني اذا صوتنا بالضبط. هلا يمكن ما بنسمع صوتي، بس صوتي وصوتكم بنسمع، نعلي اكثر بنسمع اكثر. انا بقول دائما ايد لحالها ما بتسفق. اذا ما كشفنا كل حدا الخطا ما حدا حيجي، لانه في معي قرارات قاعد ورا مكتبه استازي. مش عارف ايش بيصير مثلا، خلينا نقول في جيوب الفقر، مش عارف ايش بيصير في الصفوف. يعني مثلا انا في احدى المدارس ببر عمان شفت حاطين صبات، لكن صبات مش صحيه. يعني انا دخلت على الصف قلت لهم اذا كمان اذا بكمل كمان شوي انا متاكده رح ادوخ. وبعدين بتقولوا لي ليه بيصير معهم ضيق بالتنفس وبيصير معهم مضاعفات كثير؟ احنا بنفكرها مضاعفات اعاقه، لا مش مضاعفات اعاقه، البيئة. لانه البيئه يعني إيه، احنا مقبلين مثلا على الشتاء، هل في عندنا تشييك من المدارس والأهالي متأكدين إنه أبنائهم إنه المكان اللبس ابنهم مناسب للشتاء؟ يعني في أجواء معينة، عارفة أنت كيف؟ يعني هل أنا مطلع ابني وأنا متأكدة إنه ابني رايح يتعلم ويكون قاعد في صفه مرتاح؟ هل أنا بتابع معه تعليمياً؟ لأنه معظم الأهالي، وهذه على فكرة ملاحظة كتير مهمة، إنه بتفكر إنه ودي ابنك على المدرسة عشان يطلع من عندك من البيت غيب عنك. يعني في كانوا كتير من الأهالي يقولوا لنا إنه في مراكز إنه بتخلي أولادنا تضل 5-6 ساعات عندكم، تضل يتعلم يبعد عن وجهي بمعنى. يس. فتخيلي أنت قدي. طب هاي الأم هل تتوقع بدها تمسك كتابها كتاب ابنها وتدرسه؟ لا. تعرف الإعاقة أكيد يتعامل ويتكيف مع هالشخص، ولكن هذه الجروح الصدمات النفسية اللي بتتشكل من البيت، من أجواء عنف، من أجواء تمييز، هون بصير عندنا مشكلة بدها معالجة. حتى بالمدرسة بالضبط، حتى المدرسة الطلاب اللي بيكونوا معاهم بالمدرسة في كتير منهم بيكونوا رافضين. يعني بذكر أنا حتى أنا أيام المدرسة تبعي كان يدفشونا ويضربونا ويحطوا لي أشياء على الأرض اللي عشان أزحلق، والله أشياء كتير يعني بنتعرض لها ولهلأ بس أنا الطلاب بيقولوا لي نفس الشيء. هلأ هاي لأنه فعليا إحنا ما عندنا وعي، لانه قد ما بنقول احنا بنعمل برامج توعيه وما عندنا تقبل للاخر. ومش بس هاي المدرسه عليها دور، اللي عمل مثل هيك شيء تطرده طبعا تعلم الباقي اطفال هدول. يعني لو شو ما كان، يعني اذا احنا كبار بنحكي انا وكاثي كنا اليوم بتشوفي قديش في احيانا تعليقات مسيئه طبعا. هدول ادلتس يا ربي كل اناء ما فيه ينضح، مش مشكله. بس الاطفال مين بده يعلمهم؟ بالضبط. يعطي والمعلمين، وهي ملاحظه مهمه، شكرا للفتك لهي موضوع انه موضوع المعلم نفسه. المعلمين كتير في منهم بميزوا مش على مقدرة اصلا انهم يتعاملوا مع ذوي الاعاقة. لازم كنت اهلها المعلم مرة شكرا كمان. لازم يتدرب المعلم قبل ما انا اقول انه والله انا بدي اخليه يعلم. فلنفترض بغرفة المصادر بتكتشفي انه حتى المعلم نفسه ما بيعرف يتعامل مع ذوي الاعاقة. سؤال اخير، انت اليوم عم تحكي مليون وشوي من الاطفال او الاشخاص اللي ذوي الاعاقة ولسه بدون 5 سنوات، انا متأكدة الرقم كتير بده يزيد طبعا. في موازنة معلنة وازنة منطقية موضوعية لتقديم هذه التسهيلات حتى هالناس اللي يعني احنا وياهم المفروض عم نبني نفس البلد ياخذ يتمتع بأبسط حقوقه؟ للأسف الشديد. ليش لا؟ موازنات، فلنفترض موازنة المجلس الأعلى لا زالت بتنقص، موازنات بالوزارات والقطاع الحكومي ما بتوضع فيها خطط للأشخاص. إن شاء الله هلأ مع القانون الجديد يكونوا حاطين موازنات فعلية. طب ليه موازنات مش تيجي طارئة؟ يعني؟ نعم موازنات مش تيجي طارئة في آخر السنة معاي صار شوية فلوس يلا بنعمل نشاط لذوي الإعاقة وخلصنا وخلاص، أو بنعمل أي شيء لذوي. لا، إحنا بدنا موازنات ثابتة. كيف بنعمل للمناهج؟ كيف بنعمل لصيانة المدارس؟ كيف هاي لازم تكون فيها موازنات. عشان هيك أنا بقول لك الرقابة مش لازم تكون رقابة من شخص من جهة واحدة. صحيح. الرقابة لازم تكون موزعة من المجتمع المدني، من الأهالي، من الحكومة، القطاع الحكومي، لأنه مهم جدا. مش أنت لحالك اللي تقرر. يعني مش أنا صاحب المطرح اللي بقرر على كل شيء. تحكي فقط. عن يعني نسيج مجتمعي، مكون أساسي. صح. داخل النسيج المجتمعي ما بيصير تفكر إنه أنت ميزانيته ترف. بالضبط. وهذا قد عم بيأثر علينا، ما أنت شايفة مؤتمرات حقوق الإنسان وقد ما عم بيبرروا مش ضابطة معهم، لأنه الواقع موجود. بالزبط. يعني ما بتغطى بغربال. بالضبط. وبعدين غير هيك، أنت لما تيجي تفكر فيها الموازنات لما بتوضع من البداية، يعني مثلا فلنفترض موازنات صيانة المؤسسات التعليمية، لو بفكروا شوية فيها. طب أنا لو أقصد بس لسنة
صيانه عشان الاشخاص ذوي الاعاقه، انا ايش بدي؟ مرفق صحي، رمبه، بعض التسهيلات البسيطه جدا جدا، مش هالشيء الكثير كبير يعني. هم لو يفكروا فيها صح ما بيلاقوا انه فيها صعوبه، بس انه دائما بياخذوها انه مكلفه مكلفه بتكلف ما بنقدر ما بيستفيد استاذ اسف بس او فيش عندي طلبه من ذوي الاعاقه اسف بس انا استاذ بحكي بس لو ما يصفوا بالمكان المخصص مبدئيا، لو نبلش هيك بس بالمولات والاماكن والوزارات، بس ما يصفوا محل المكان المحدد ذوي الاعاقه بنبلش ها انه في امل، لكن انه هم انانيين لا بصفوا خلص هم يدبروا هو مصفات النقل، التسهيلات البيئيه، التقبل، النظره السلبيه عننا، لانه دائما بيطلعوا علينا نظره انه احنا مساكين وبنحزن والله يشفينا وكاننا مرضى، احنا مش مرضى، انا مش مريضه الحمد لله رب العالمين. فيعني هاي ايجابيه وصحه نفسيه للجميع بطريقه بطريقه عظيمه استثنائيه. اسيا الحديث معك لا يمل، ولكن دهمنا الوقت، ولكن لا تبعدينا تكوني معنا. خلصنا شفتي بكره راح نواكبك ان شاء الله بالفعاليه باذن الله، واعتبرينا يعني باسم انا متاكده اداره القناه شريك اعلامي لكل فعالياتك، لانه فخر فخر لنا. اهلا وسهلا فيك استاذه اسيا ياغي، شكرا جزيلا. العافيه، شكرا لك. فاصل صغير وراجعين، خليكم معنا.